سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون ترصد الأيام. فإني لا أستطيع أن أتقيد بحدود، وكل المصائب التي عانيتها وتحملتها ووقعت فوق رأسي لأن هذا القلم لا يستطيع أن يقيد نفسه بحدود تفرض عليه. إنه كالطفل المدلل الذي يصر على أن يفرض إرادته على الكبار لأنه يراهم كباراً. إحسان عبد القدوس. أنا أثق في نفسي وأنا بكتب، يعني عندما أمسك بالقلم وأكتب فيتجمع كل ذهني وكل تفكيري مع قلمي. إنما لو اتكلمت فلا أستطيع السيطرة على لساني، يعني الربطة بين عقلي وقلمي أقوى من الربطة بين عقلي ولساني. عشان كده كنت أخاف دايماً أتكلم، يعني عمري ما اشتركت مثلاً أو كنت محاضرات أو اجتمعت بمجموعات، وبالتالي في الإذاعة وفي التلفزيون يعني ولو أني جربت وحاولت إنما ما حسيتش إن أنا قادر أعبر عن نفسي، يعني قدرتي على التعبير بقلمي أقوى جداً من التعبير بلساني. ولد إحسان محمد عبد القدوس الكاتب الصحفي والمفكر السياسي والأديب الروائي المصري العربي في الأول من يناير عام 1919 بمدينة القاهرة التي كانت وقتها تتأهب للانتفاضة بثورتها الكبرى، ثورة 1919 بزعامة سعد زغلول. والده المهندس محمد عبد القدوس الذي ترك الهندسة وهوى التمثيل وتفرغ له واشتهر كممثل مسرحي وسينمائي. والدته السيدة فاطمة اليوسف التي اشتهرت باسم روزا اليوسف، اشتغلت بالتمثيل حتى أصبحت الممثلة الأولى في عالم المسرح، ثم تركت المسرح عام 1924 وأصدرت مجلة روزا اليوسف التي أصبحت من كبريات المجلات السياسية والاجتماعية في مصر والوطن العربي. انفصل والده عن والدته وهو في سني عمره الأولى، فرباه جده لأبيه الشيخ أحمد رضوان، وتعهدته عمته نعمات رضوان بالرعاية والتعليم. أنا كان أكثر مؤثر
فيا في السن الصغير ده ان كان مجتمع والدتي مختلف اختلاف كبير جدا عن مجتمع بيت جدي اللي هو بتاع والدي، لان بيت جدي عمتي اللي هي بتربيني اللي هي امي فعلا نعمتها المدوان متربية على الطريقة التقليدية نعم متفرغة للبيت وما بتختلطش بالرجالة وما فيش زيارات تتلم حواليها رجالة يتلموا حواليها ولا حاجة. بالعكس كان بنت عمتي نوبة بصت من الشباك وشعبها مكشوف، فجت عمتي ادتني أنا عصاية وقالت لي اضرب أختك أنا هاد. ليه؟ لأنها بصت من الشباك وشعبها مكشوف. ليه؟ عشان يربوا فيا التقاليد القديمه اللي هو الراجل يبقى مسؤول عن البنت، دايما الولد مسؤول عن البنت. للدرجه دي كان هي متعب. اروح لامي ابص الاقي كل شغلها مش بتاع عمتي، مش بتاع شغل يعني انتاج كان قاصر على الرجاله يعني. وانا بحب عمتي قوي وبيت جدي قوي وبحب امي كمان قوي، انما الخلاف ده جاي منين؟ ليه عمتي عايشه كده وامي عايشه كده؟ من يومها وانا بقيت افكر اجتماعيا فان ضروري في حاجه غلط في البناء الاجتماعي لبلدنا. ايه الفرق؟ ليه ده صح وليه ده صح مع اختلافهم الكبير مع بعض؟ فابتدى تفكيري يتكون على نوع من الـ زي ما تقول دراسات اجتماعية للمجتمع المحافظ والمجتمع المتطور وإزاي أجمع بينهم. تدرج إحسان في التعليم حتى تخرج في كلية الحقوق عام 1942، ثم عمل بالمحاماة لمدة عام واحد. تزوج إحسان عبد القدوس من السيدة لواحد عبد المجيد المهلمي لولا يوم 5 نوفمبر عام 1943. رزق إحسان عبد القدوس بطفلين، الأول محمد عام 1947 والثاني أحمد عام 1948. وشب محمد على شاكلة والده وأصبح صحفياً، أما أحمد فأصبح مهندساً. بسم الله الرحمن الرحيم. والدي إحسان عبد القدوس الله يرحمه كان إنسان عظيم، طبعا بقول كده وانا متحيز، ده امر طبيعي، وبقول كده برضه من ناحيه الموضوعيه يعني من ناحيه عاطفه الابن لوالده ومن ناحيه من ناحيه الموضوعيه. فعاطفه الابن لوالده لا اعتقد انها تحتاج الى شرح، لكن لما أقول إن والدي إنسان عظيم من ناحية الموضوعية فأراها أنها تحتاج إلى شرح. السبب في ذلك إن والدي متعدد المواهب بنفس الاقتدار، يعني هو كاتب قصة وكاتب سياسي وصحفي من الطراز الأول، ثلاث مواهب في شخص واحد، وهذا أمر من الصعب أن تجده في أي كاتب أو صحفي آخر. هو كأديب كاتب قصة من الطراز الأول، خاصة في تحليل مشاعر المرأة، تحليل مشاعر المرأة بالذات. أنا أعتقد نجاح أي كاتب توقف على رؤيته أو على رؤيته أو يقول إيه بمعنى آخر تخصصه، الملعب الذي يلعب فيه. يعني مش ممكن واحد يكتب كل حاجة، لا، هو لازم يبقى فيه متخصص في حاجة محددة.
كاتبنا كبير نجيب محفوظ أطال الله في عمره أحسن من يكتب عن الطبقات الشعبية. والدي كان أحسن من يكتب عن المرأة. بعض بيقول إن هو كاتب يعني بيدعو للانحلال وكده، وهذا الكلام يعني جدير إن الإنسان يسخر منه، إن هو كل كتاباته تدل إن المرأة مكانها الأول البيت، تدل إن الزوجة هي وظيفة المرأة الأولى. قصص كتير في هذا المجال، أذكر منها قصة استقالة عالمة ذرة وصلت إلى أعلى المناصب لكنها ضحت بكل ما تملكه من أجل ابنها. حسان عبد القدوس يحط إيده على المرض ويشخص الداء ويعطي الدواء، شرح المجتمع، فهذا هو حسان عبد القدوس ناحية كاتب القصة. حسان عبد القدوس من ناحية السياسية هو أحد الذين ساهموا في ثورة 23 يوليو، بل هو له دور أساسي في هذا الموضوع. مجلة روزا اليوسف كانت مجلة ثورية من الطراز الأول، وإليها يرجع الفضل في تعبئة الرأي العام المصري. والدي رحمه الله هو كاتب سياسي، ابتكر نوع جديد من الأدب السياسي يمكن أن نسميه، وهو على مقهى في الشارع السياسي. اتنين بيتحاوروا بطريقة مبسطة في مسائل سياسية. هذا الأمر جديد، لا ممكن نقول عليه أدب سياسي، أمر جديد فعلا لم يكن موجودا من قبل. السياسة دايما تحتاج إلى الجدية، واحد جد كده، ولك واحد لابس بدلة وكرافتة زي ما كان والدي بيقول. هو قلعوا البدلة والكرافتة وخلاها سبور، فدخل نوع جديد من في الكتابة السياسية، عجوز وشاب يتحاوروا بطريقة مبسطة ظريفة بحيث أي واحد يقرأ يفهم مهما كان مستوى الثقافي. هذا هو إحسان عبد القدوس الكاتب السياسي. وإحسان عبد القدوس من ناحية الثقافية برضو هو أول من وصل جريدة عربية إلى رقم مليون، مليون نسخة، أمر لم تكن تعرفه أي صحيفة عربية على الإطلاق إلا وإحسان عبد القدوس كان هو أول من بدأ. أخبار اليوم التي كان يشرف عليها وصلت لمليون نسخة في أوائل السبعينات، سلمها لمصطفى أمين خليفته الله يرحمه مليون نسخة في عدد في وقت كان فيه سكان مصر أقل بكثير من الموجود حاليا. حسان عبد القدوس رجل صادق، كتاباته قامت على أمرين، الحرية والحب، تربيته لنا في المنزل أنا وأخي أحمد قامت على الحرية والحب، متطابق، مش بيكتب حاجة كتاباته أمر وقعه أمر، لا لا لا، هو إحسان عبد القدوس شخص واحد في بيته في كتاباته، في إنسان متصق مع نفسه وصادق مع نفسه. تذكر مثلا لما جيت أتجوز، أنا نشأت والحمد لله في بيت إحسان عبد القدوس. طيب ناس كتير قوي تعجبوا ازاي ابن إحسان عبد القدوس يتزوج من بنت فضيلة الشيخ الغزالي محمد الغزالي رحمه الله. أمر عجيب، يعني إحسان عبد القدوس هيتجوز بنت الشيخ الغزالي ازاي؟ كلهم كانوا متعجبين إلا إحسان عبد القدوس. حقه إن هو يختار اللي هو عايزه. أنا اخترت طريقي، شقيت طريقي، أنا باختياري ورغبتي اتجهت اتجاه اسلامي هنا في منزل احسان عبد القدوس، وانا عايش في بيته. ما صارش، ما احتجش، ما قالش ايه ده ازاي، لا سابني، اعطاني الحريه. بس قال لي بلاش التنظيمات السريه
وبلاش السلاح، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. فاكر تعبيراته؟ هما حاجتين دول، حاجات تنظيم سري كده لو اتظبطت فيه هيقول هتقول ايه؟ والسلاح، السلاح بقى ده اخطر وابشع. تبعد عن الحاجتين دولت، انا تحت امرك. بعدين كان في واحد انا كنت معجب بيه قوي، عالم اسلامي جليل، وهو الاستاذ عمر التلمساني رحمه الله. والدي بقى احسان عبد القدوس هو بقى كاتب الحريات، يقول لي ايه؟ يقول لي انا عايز اشوف عمر التلمساني ده. الراجل تعجب، يقول له هو عايز يشوفني دي يعني؟ مستعجب قوي باحسان عبد القدوس يشوف عالم اسلامي. شافه وقعد معاه واقتنع بيه جدا وبقى صديقه. انا دخلت السجن سنه 81، ولو كان انور السادات الله يرحمه طلب من والدي ان هو يضمن يعني ان انا اخرج على طول، بس يقول ده ابني ده غلطان وكده ومعلش خرجه. وانور السادات كان صديق الصدوق لوالدي، رفض. والدي رفض، قال انا اضمنه، انا اقول ان ابني غلطان عشان يطلع من السجن. لا هو مش غلطان، هو حر، اختار طريق. كل واحد يختار طريق، انا اخترت الطريق. وهكذا. تذكر انا هذه قصه لطيفه، بعد القبض عليا في اجتماع المجلس الاعلى للصحافه المصريه برئاسه انور السادات، فوالدي هو عضو مجلس اعلى الصحافه ده، فكان متردد يروح ما يروحش، فذهب وجلس في اخر الصف. قال ايه بقى؟ عشان ولا اشوف السادات ولا هو ولا نتكلم بعض خالص، قعد في اخر خالص بقى. فدخل انور السادات قعد يتكلم وعينه بقى مركزه على والدي، هو بيتكلم كل شويه يقعد يبص لوالدي. وبعدين خلص الكلام بقى، المفروض بقى يطلع من باب اللي جه منه، لا راح لافف وطلع من باب الخلفي اللي والدي قاعد هناك في الحته دي عشان يتكلم والدي بقى. اول ما شافه وقال له ابنك ومش ابنك وابنك المتطرف، قال له انا هنا قلت لك حاجه؟ ولا ابني متطرف ولا حاجه، ده هو الراجل بيختار طريقه وما عملش حاجه ولا مسك سلاح ولا دخل في تنظيمات سريه ولا عمل اي حاجه، كل واحد حر. وانت في شبابك كنت تعمل كده، انت في شبابك دخلت السجن وانا في شبابي دخلنا السجن، وهو بقى يجرب شويه. بدأ إحسان عبد القدوس كفاحه الصحفي وأولى خطواته في عالم صاحبة الجلالة عام 1944 كمحرر في مجلة روزا اليوسف التي كانت تمتلكها والدته. الحقيقة إن رحلة كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس الصحفية والسياسية رحلة سرية بالمعاني النبيلة والمواقف الشجاعة والوطنية المخلصة، فلم يطوع إحسان عبد القدوس قلمه لخدمة أغراض سياسية أو لمصالحه الشخصية، بل كان دائما يضع مصر في عمق قلبه وعقله وضميره. الحقيقة أن كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس هو أكثر الكتاب تعرضا للاغتيالات السياسية، 5 محاولات اغتيال، لكن كان في كل مرة ينجو بعجوبة بالغة من موت محقق. في المرة الأولى كاد أن يفقد حياته نتيجة مقالاته السياسية الملتهبة اللي فجرت الفساد السياسي في مصر قبل الثورة. فقد فجر إحسان عبد القدوس بقلمه مقالات ملتهبة
بشأن قضية الأسلحة الفاسدة، فواتهم فيها الأمير عباس حليم اللي استأجر بدوره أحد المجرمين لكي يغتال إحسان عبد القدوس في ليلا عند نزوله من منزله بعمارة الأموبيليا. وهذا المجرم استل سكينا ليشج به رأس إحسان عبد القدوس، ولكن عناية الله أنقذته، فقد انزلق نص السكين من فوق فروة رأس إحسان لينجو من موت محقق. المرة الثانية اللي حدث فيها محاولات الاغتيال لما كانت هناك مقابلة بين الملك فاروق وبين إحسان عبد القدوس في مدينة كان بفرنسا، ويومها حاول يعني هذه المقابلة كانت من أجل أن يقنع إحسان عبد القدوس الملك فاروق ويثنيه عن مهاجمة الثورة في الصحف الغربية. وما أن علمت زوجة إحسان عبد القدوس بهذا الموعد حتى توسلت إليه أن يرفض هذه المقابلة، وهو ما حدث بالفعل، واستجاب لها إحسان عبد القدوس واعتذر عن مقابلة الملك فاروق قبل الموعد بنصف ساعة. ولكن بعد عام وبعد مرور عام اختلف الملك فاروق مع سكرتيره الخاص اللي جاء إلى مصر وكتب مذكراته يقول فيها: كان حراس الملك الألبانيين في انتظار إحسان عبد القدوس لقتله وإخفاء جثته بدعوى أنه جاء ليقتل الملك. المحاولة الثالثة كانت أمام للاغتيال كانت من مراكز القوة سنة 1968، وكانت أمام منزله عن طريق سيارة مسرعة، وكانت النتيجة أن كسرت ساق إحسان عبد القدوس وأصيب بارتجاج في المخ. المرة الرابعة اللي حاولوا فيها اغتيال إحسان عبد القدوس لما كتب مقالات يهاجم فيها الرئيس الليبي معمر القذافي، فالمخابرات الليبية أرسلت أحد ضباطها وجاء إلى مدينة الإسكندرية وجلس في إحدى بارات الإسكندرية، وبعد أن يعني سكر حتى السمالة كان يهزي بعبارات يقول: اعتبروا أن إحسان عبد القدوس ميت، أنا جاي علشان أقتله. وتصادف أن كان أحد ضباط المباحث موجود في هذا البار وقبض عليه، وبعد ذلك حكم عليه بالسجن 15 سنة. الحقيقة أن إحسان عبد القدوس مقالاته الملتهبة فجرت الفساد السياسي في مصر قبل الثورة، وأيضا لما قامت الثورة كتب إحسان عبد القدوس مقالات في بداية الثورة. ويجب أننا نعرف أن كان جمال عبد الناصر وأعداء مجلس قيادة الثورة كلهم بيجتمعوا قبل الثورة في مكتب إحسان عبد القدوس في روزا اليوسف. والحقيقة أن في ذلك الوقت أيضا لما قامت الثورة إحسان عبد القدوس هو اللي اختار علي ماهر ليكون أول رئيس لوزراء مصر بعد قيام ثورة يوليو 52، فقد أرسلوا الرئيس محمد نجيب وجمال عبد الناصر في بداية الثورة لكي يقنع علي ماهر بقبول رئاسة الوزراء، وهو ما حدث بالفعل. أيضا مقالات إحسان عبد القدوس كانت سبب في سجنه ثلاث مرات. المرة الأولى لما كتب مقالة يهاجم فيها المندوب السامي البريطاني سنة 42 في مصر وتم سجنه، كانت المقالة بعنوان: هذا الرجل يجب أن يذهب. وهذه المقالة كانت جواز سفر بالنسبة لإحسان عبد القدوس لكي يكون رئيسا لتحرير مجلة روزا اليوسف، فقد قالت له أم روزا اليوسف: كل رؤساء التحرير اتسجنوا، وأعتقد أن جاء الوقت بعد سجنك ليكون ذلك، فقد قدمت أوراق اعتمادك لتكون رئيسا لتحرير روزا اليوسف. المرة الثانية اللي سجن فيها كان بسبب خبر كتبه، خبر صحفي كتبه عن أحد الوزراء
واللي امر بسجن احسان عبد القدوس وقتها هو فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخليه وقتها، واللي اصبح رئيس حزب الوفد الجديد. اما المره الثالثه اللي اتسجن فيها احسان عبد القدوس بسبب مقالاته، فاللي امر بسجنه هو جمال عبد الناصر لما كتب مقالته الشهيره الجمعيه السريه التي تحكم مصر. فامر جمال عبد الناصر بان يسجن احسان عبد القدوس، واتسجن بالفعل في السجن الحربي لمده 3 شهور. في ال3 شهور دي، في نهايه هذه المده، اتصل جمال عبد الناصر باحسان عبد القدوس وقال له: انت اتربيت ولا لسه؟ قال له: انا مش عارف اتربى من ايه عشان ارد عليك واقول لك انا اتربيت ولا لسه ما اتربيتش. وخرج احسان عبد القدوس، واتصل بيه احسان، واتصل بيه جمال عبد الناصر في منزله، وقال له: انت تيجي تتعشى معايا كل يوم. وبالفعل كان احسان عبد القدوس يتناول العشاء مع الرئيس جمال عبد الناصر لمده 3 شهور كامله، وهي المده المساويه لسجنه. كانوا بيتناولوا العشاء وبيشاهدوا فيلم سينمائي في ملعب التنس في منزل عبد الناصر بمنشية البكري. أيضا كانت هناك خلافات بين جمال عبد الناصر وأحسان عبد القدوس، تمثلت لما كان أحسان بيقدم برنامج في الإذاعة بينهيه بعبارة: تصبحوا على خير، تصبحوا على حب. فعبد الناصر قال له: إيه تصبحوا على حب؟ لما اعترض المشايخ، إيه تصبحوا على حب؟ قول تصبحوا على محبة. ولكن أحسان عبد القدوس رفض تماما بعد ذلك، وكان ورفض انه يجري اي احاديث، حتى احاديث بعد ذلك في الاذاعه. ايضا احسان عبد القدوس هو اول روائي تعرض رواياته بدعوى انها تخدش الحياء العام في البرلمان، واعني بذلك روايته الشهيره انف وثلاث عيون. ايضا كان هناك خلافات بين يعني صحفيه بين احسان عبد القدوس وبين انور السادات. لما انور السادات في عهده سجن ابنه محمد، المرة الثانية لما كتب لما قال رئيس السادات في خطاب لي رسمي ان الجيش هو الذي سوف يحمي الدستور، اتصل بي احسان عبد القدوس في التليفون وقال له: كان يجب انك انت تقول الشعب هو الذي يحمي الدستور. فقال له: طب ما تكتب الكلام ده يا احسان. قال له: لا، انا بقولك الكلام ده لانك بتحب تسمع دايما رأيي. قال له: لا، اكتب عشان الشعب يعرف ان الـ ان الـ يعني ان في حريه في الراي، وانك انت تستطيع ان تكتب رايك. فبالفعل كتب احسان عبد القدوس رايه، وبعد ساعه واحده من كتابه المقال ابعد انور السادات احسان عبد القدوس من رئاسه تحرير الاهرام. هكذا كان تاريخ احسان الصحفي: كفاح، مبادئ، دفاع عن الحرية والديمقراطية. موضوع الحب ده متفق مع والدي 100% فيه. هو يقول الحب شامل، مفيش حب رجل ومرأة وخلاص كده هو ده الحب، لا. قال الحب شامل، يشمل حب الله سبحانه وتعالى، حب الأهل، حب الزوجة، حب الناس كلهم، ده الحب. وده الإسلام بيقول كده. عشان كده والدي نقطة مهمة جدا، ان الحب عنده مرتبط بالجواز. الحب الحقيقي هو الحب بتاع الزوجين بيبنوا مع بعض البيت بقى، لكن الحب الطائش ده ان واحد يقعد كده يحبه وخلاص، حب ايه؟
بجانب حقيقة لابد أن نعرفها جميعا، وهو أن إحسان عبد القدوس يقف من القلة، أو ربما يكون الرائد الفعلي للتعامل مع الرواية السياسية، بمعنى أنه كان يأخذ القضية السياسية ويصنع منها نماذج تعبر عن هذه القضية السياسية، نماذج مختلفة، نماذج منحرفة، نماذج مؤمنة، نماذج مناضلة. ولعلنا نذكر الأعمال المتعددة التي أعطاها في هذا المجال، مثل شيء في الصدري، ومثل حتى النظارة السوداء التي كانت بداية أعماله، وغير ذلك من قصص مثل لا تطفئ الشمس، وفي بيتنا رجل، وغير ذلك من أعمال جعلت المجال السياسي يدخل عملية البناء الروائي، ليس بمعنى الزعيق وليس بمعنى الخطابة الجهيرة، وإنما من خلال حركة الحياة نفسها. فإحسان عبد القدوس كما قلت سابقا، إذا أردنا أن نتتبع تطورات المجتمع المصري منذ ما قبل الثورة حتى أيامنا الراهنة، يمكن أن تكون أعمال إحسان عبد القدوس دليلنا إلى هذا. إذا حللناها نستخلص منها ملامح مراحل بعينها، مراحل سياسية، مراحل اجتماعية. أيضا الجانب الآخر أو الجانب المهم، أنه كان من خلال الروايات السياسية يدعو إلى تحرير المرأة، يدعو إلى جعلها كيانا فاعلا في المجتمع وليست مجرد تابعة، أو كما كان يطلق عليها من قبل سيدة الحريم. الآن أصبحت من خلال روايات إحسان عبد القدوس ومن خلال نمو المجتمع الذي ساهم إحسان عبد القدوس بأعماله وكتاباته في تغيير الصورة التي كانت مستقرة، المرأة الآن أصبحت جزءا فاعلا، وكان إحسان عبد القدوس يحرضها على أن تكون هذا الجزء الفاعل في حركة المجتمع، لا كما قلت بالخطب المنبرية ولا بالزعيق السياسي، ولكن من خلال الفن، الفن الهادف، الفن الموحي، الفن الرامز. فهو عندما كان يتناول نماذج من المجتمع أو شخصيات من المجتمع أو شرائح من المجتمع أو فترات من المجتمع، كان يحرص على أن يكون رساماً بارعاً ومصوراً فذاً، يعتمد على الصورة، يعتمد على الإيحاء، يعتمد على الفن وليس على المقولة. ومن هنا عظمة إحسان عبد القدوس الذي جعل حركة الرواية تنداح بعده في العالم العربي، وتصبح الآن صاحبة المبادرة التي يمكن أن نقول عنها أنها أصبحت الفن الأدبي الأول الآن في مصر والعالم العربي، بعد أن كان المقال سيد الموقف، وبعد أن كان الشعر سيد الموقف، أصبحت السيادة الآن للرواية، وذلك بفضل إحسان عبد القدوس وبفضل جيله الذي استطاع أن يجمعه وأن يكتله في نادي القصة وفي غير ذلك من المؤسسات التي أنشأها. قل لي يا أحب أسألك سؤال. تفضل. أنت قتلت عبد الرحيم بشري، أنا لا أقر مسألة الأكل ولا الاغتيال، اللي بعتبرها وطنية متطرفة ما تتفقش مع المبادئ، إنما أحب أعرف وجهة نظري. عبد الرحيم باشا شكري كان عميل خاين لبلده، يخدم الإنجليز على حساب وطنه. طيب يا ابني، مش كنت تسيب الحكومة تعرف شغلها وياه؟ هو كان الحكومة، الناس كلها حكمت ان الراجل ده خاين، وانا نفذت الحكم. فلوس ايه اللي بتتكلم عليها؟ مش عاوزة فلوس، انا عاوزاكي انت، عاوزاك تجيب عريستك من غير فلوس. ارمي الفلوس يا عم الفراغ، ارمي الفلوس. صحيح يا ولاد،
ولاد الناس ما يتغيروش مهما تغير بيهم الزمان. والله كتر خير لولا هو ما كنتش عرفت ارجع. سعادتك عارف ايه؟ ايوه عارف عارف. ممنون جدا. مدبولي خد الفرس اربطها. عن اذنك يا دكتور متشكره قوي. العفو. اتفضل يا دكتور اتفضل استريح. معلش وقت تاني يا دوب معاد العياده قرب كده وهو كذلك. تعرف ان دي اول مره اقابل فيها واحد. انا مش واحد يا سميح، انا صلاح، ودي مش اول مره نتقابل فيها، ولا يوم ما تقابلنا في الجنينه كانت دي اول مره شفتك فيها. احنا شفنا بعض من سنين وتقابلنا قبل كده كتير. ايه اللي انت لابسه ده يا بنتي؟ انت بتنسي انك بنت، لازم تلبسي لبس بنات. انا لا بنت ولا ولد، انا بني ادم. بقى في واحده في الجنس، جنس واحد اسمه جنس البني ادم. ولا ده كمان لبس مدارس، ده لبس بلاج. هتكلموني ولا ايه؟ صوتي حلو عشان سعيده، وبقالي كتير محرومه من السعاده. الحمد لله انك سعيده، انا هبذل كل جهدي عشان تبقي سعيده على طول. انا كفايه اني احس ان ليا قيمه في حياتك، اشتغل معاك، اساعدك، ابقى جنبك، هي دي سعادتي. مش مصدقني بتحبيني، مش مصدقني بحبك. اغصى عليك يا فتحي، لسه لغايه دلوقتي مش عارف اذا كنت بتحبني ولا لا. عارف اني بحبك بس مش مصدق. بصيلي يا ليلى، بصيلي قوي. ازاي بنت صغيره زيك تحب راجل عجوز زيي؟ أما كفاح إحسان عبد القدوس الأدبي فقد بدأه وهو في العاشرة، حتى أصبح واحداً من أكبر كتاب القصة والرواية في مصر والعالم العربي. هذا الكفاح زاخر ب57 كتاباً بين المجموعة القصصية والرواية والمقال والخواطر السياسية. قدمت السينما منها 49 عملاً، والمسرح 5، والإذاعة 9، والتلفزيون 14 عملاً، وترجم منها 21 كتاباً إلى الإنجليزية و32 إلى الفرنسية وكتابين إلى الألمانية و5 إلى الصينية. إحسان عبد القدوس عالم متكامل، فهو المفكر والكاتب السياسي الوطني الذي تعرض لأبشع أنواع الاضطهاد من أجل مبادئه، وهو الرجل الذي ساهم إسهاما كبيرا وحقيقيا في تمهيد الأرض لثورة يوليو واقتلاع النظام الذي سبق هذه الثورة، وهو أيضا الكاتب البناء الذي صنع المؤسسات بدون أن يطمع في رئاستها، فهو الذي أنشأ المجلس الأعلى للأداب والفنون، والذي تحول الآن إلى المجلس الأعلى للثقافة، وهو الذي أنشأ نادي القصة وغير ذلك من المؤسسات، بجانب دوره في بناء صحافة جديدة، صحافة الرأي التي كانت تنقرض وتندثر أمام صحافة الخبر. لكن الجانب الأهم والذي يعنيني هنا من جوانب إحسان عبد القدوس المتعددة هو الأديب الخلاق صاحب الأعمال الإبداعية المتنوعة والمتعددة، فهو صاحب الروايات الكثيرة والمجموعات القصية المتباينة، والتي كانت نبعا سرا للسينما المصرية في انطلاقتها. فقد كانت أعمال إحسان عبد القدوس الروائية ربما من أهم المصادر في بناء السينما المصرية منذ الخمسينات حتى رحيله. إحسان عبد القدوس عندما جاء ليكون قاصا كان طعما مميزا، ولعل جيلنا يذكر
في تهافته على عملية القراءة وفي حبه للقصة القصيرة والرواية أن مجموعته القصية بائع الحب التي صدرت عام 48 ثم تلتها مجموعة صانع الحب ثم النظارة السوداء وأنا حرة. هذه الأعمال كانت مذاقا جديدا وطعما مغايرا فيما كنا نقرأه من إبداعات عربية أو من مترجمات. فإحسان عبد القدوس من أصحاب الأساليب الرشيقة المنداة المعبرة التي يعرف كيف يدخل بها كوامن النفسيات التي يصورها ويعبر عنها. قد يكون إحسان عبد القدوس لا يعمد إلى التركيب أو إلى التشكيل الروائي، فهو يعتمد على السرد المتصاعد المتتالي، ولكنها ليست السردية التقريرية كما تعودناها في الكتابات الفاشلة. هنا سردية بناءة، سردية ناسجة، سردية تضعك باستمرار أمام مفاجآت وأمام توقعات وأمام احتمالات. ولا أعتقد أن هناك كاتبا مثل إحسان عبد القدوس احتوى المجتمع المصري في مرحلة ما قبل الثورة وفيما بعد الثورة وفيما بعد النكسة وفيما بعد الانتصار أيضا مثل أعمال إحسان عبد القدوس. وإحسان عبد القدوس من أهم بناة الوجدان الروائي في أدبنا العربي الحديث، فهو الذي جذبنا فعلا إلى عالم القصة وإلى عالم الرواية وجعل جيلنا يتجه إلى هذا العالم الفسيح، عالم الإنسان، عالم العواطف المتشابكة والمتعددة. الحق أن دور إحسان عبد القدوس لا يمكن في هذه العجالة تبيانه كأديب من بناة القصة القصيرة في أدبنا العربي ومن بناة الرواية، ولكن يكفي أن نقول بلا تحيز وبلا إعجاب أيضا أن إحسان عبد القدوس هو الذي فرش أمام جيلنا الأرض ومهدها لنكون كتابا في مجال القصة وفي مجال الرواية. وجوانب كثيرة متعددة في إحسان عبد القدوس، كما قلت فهو لم يكتفي بالإبداع المتفوق يعطيه، وإنما صنع المؤسسات التي ترحب بهذا الإبداع. صنع المجلس الأعلى للآداب والفنون كما قلت، وصنع نادي القصة. ولعلنا نعرف أو يجب أن نعرف أن قبل إنشاء نادي القصة في مصر كان الحياة الثقافية تنظر إلى فن القصة وإلى فن الرواية باستهانة، حتى أن العقاد العظيم كان يقول إن ثمة بيت من الشعر أفضل من رواية كاملة، ولكن العقاد صحح مفهومه بعد ذلك عندما اندحت حركة الرواية بفضل هذه القصة وبفضل الكتاب الذهبي والكتاب الفضي وبفضل مجلة صباح الخير التي كانت تهتم بالقصة القصيرة، وباب حكايات فيها كان من أنضج الأبواب التي احتوت كتاب الأجيال المتعددة وكتاب الجيل أيضا. فإحسان عبد القدوس بجانب أنه كان مبدعا عظيما كان بناء عظيما، وأنه صنع مناخا نما فيه فن القصة وفن الرواية. وإذا تجاهلنا أو إذا أغفلنا بقية الأدوار العظيمة الشاهقة التي قام بها إحسان عبد القدوس في المجال السياسي كرجل عظيم كان يقاتل لحساب ضميره ولحساب شعبه ولحساب شرف الفكرة، فلم يكن منتميا لحزب ولا لاتجاه، ولكنه كان يقاوم الفساد ويقاوم الأوضاع الاجتماعية الجائرة بدون أن يكون ذلك إلا لحساب مصر ولحساب شرف الكاتب. إذا تجاوزنا عن كل هذه الأدوار فيكفي أن نقول أن إحسان عبد القدوس هو الذي أدخلنا فعلا إلى حظيرة هذا الفن الجميل الصعب، فن القصة والرواية في أدبنا العربي. جلس إحسان فوق قمة الأدب الروائي
والقصص المصري والعربي، لذلك كرمته الدولة أكثر من مرة صحفياً بارزاً وأديباً مرموقاً وكاتباً سينمائياً لامعاً. كان آخرها وأكبرها عام 1990 عندما منح جائزة الدولة التقديرية في الآداب. كتير قوي يقولوا إن أنا متخصص في كتابة القصص عن الستات، عن المرأة. الحقيقة أبداً أنا مش متخصص في المرأة. المرأة بكتب عنها زي ما بكتب عن الراجل، إنما تربيتي والمجتمع اللي ولدت فيه اللي هو مجتمع متناقض ده خلاني أؤمن بأن شخصية البنت هي نفس شخصية الرجل. نشأنا أنا وأخي أحمد في جيل هو جيل الهزيمة، هزيمة 67. كنا طلاب في الجامعة. بعد الهزيمة مباشرة انطلق الشباب في مصر احتج على الهزيمة. والدي كان رئيس تحرير أخبار اليوم، يعني صحيفة حكومية تابعة للسلطة. لم يمنعنا ان احنا نشترك في المظاهرات التي قام بها شباب الجامعه ابدا. قالش ايه وزعق وقفل الابواب علينا ابدا ابدا. دانا الحريه، وكانت نتيجه الحريه ان هو تم عزله من منصبه سنه 68. سنه 68 كان في ثورات اشتعلت قام بها الطلاب في جميع أنحاء العالم، في مصر وفي فرنسا ضد ديجول وفي بولندا وفين وفي كل شرقا وغربا وفي دول العالم الثالث. 1969 كان ثورات الطلاب الشباب، فهنا الشباب في مصر احتج على الهزيمة. كنا احنا بين الشباب الذين احتجوا على هذه الهزيمة. دفع والدي ثمنا غاليا وهو العزل من منصبه. تم عزل منصبه بطريقة ظريفة أوي. نشر خبر في الأهرام، كان الجريدة الرسمية للدولة في ذلك الوقت، الصفحة الأولى في برواز، في برواز الصفحة الأولى، عزل جميع المسؤولين الذين اشتركوا أولادهم في المظاهرات في بولندا. بولندا، في بولندا، خبر صفحة أولى في الأهرام عن عزل جميع المسؤولين الذين اشتركوا أولادي في مظاهرة في بولندا. والدي لقطها في ثانية، قال لك أنا هتشال، مفيش 48 ساعة هتشال المنصب عشان الخبر بتاع بولندا ده. أكتر من كده، كان هناك زعيم عربي في ذلك الوقت أنا كنت معجب بهذا الزعيم في الأول، كنت بيه قوي لدرجة إن أنا حطيت صوره في حجرة نوم. والدي كان ضد هذا الرجل، يقول لا ده رجل ديكتاتور، حذرني منه ولا سألت. بدأ الكتابة ضده بقى. أبسط حاجة يقول إيه، يقول الصور دي لو مش شلتهاش أنا هقطعها لك. ما حصلش، ساب هذه الصور. أكتر من كده بقى، هذا الزعيم والدي كان مسافر أوروبا، هذا الزعيم جاء إلى مصر وجاء إلى أخبار اليوم حيث أنا كنت بدأت في التدريب صحفي، كنت مازلت طالب في الجامعة. أنا قابلته، كان بقى فيه بقى هجوم بقى على هذا الزعيم بقى، فقلت له أنا معجب بيك. فتاني يوم الخبر اتنشر في وكالة الأنباء التي تتبع الدولة دي،
ان ابن احسان عبد القدوس اعلن تأييده ضد ابوه، رئيس الدولة ده ضد ابوه. فلما جه والدي من السفر قال لي حصل الكلام ده، قلت له لا ما حصلش. وحصل ان انا قلت انا معجب براجل ده بس ما قلتش ان انا ضدك. كان ابسط حاجة يمسك الصورة يقطعها ما حصلش، لم يحدث ابدا ابدا. قال لي بس افتكر ان انا ابوك. فاحسان عبد القدوس اب نادر ان هو يتكرر فعلا يعني. اولا كان رقيق قوي وعاطفي قوي وحساس قوي، ودايما تربيته لين قامت على الحب. وبعدين مرت الايام بقى وثبت بالنسبة لهذا الزعيم ان كل ما قاله والدي كان صوابا 100%، وان انا كنت مخطئ 100%. وكتبت هذا، كتبت قلت حكيت هذه القصة، قلت انا كنت غلطان، والدي كان على الحق. وبعد حياة حافلة صحافة وأدب وفكر، بدأ المرض يزحف إلى جسد إحسان عبد القدوس. فمع بداية عام 1988 أصيب بنزيف مفاجئ في المخ، عولج منه، ثم هاجمه النزيف مرة أخرى عام 1989 وعولج منه أيضا. وكان آخر هجوم للنزيف في يناير عام 1990، حيث انتابته غيبوبة، رحل بعدها عن دنيانا في 11 من يناير عام 1990. من مفارقات الأيام أن إحسان عبد القدوس يرحل عن عالمنا في الحجرة رقم 58، وهي نفس عدد رواياته في إحدى المستشفيات الأمريكية. ومن المفارقات الغريبة أيضا أن إحسان عبد القدوس يموت على أرض الولايات المتحدة الأمريكية التي منعته من دخوله أراضيها حتى عام 1961، لأنه جعل بدعوى أنه جعل من روزا اليوسف ترسانة مدفعية للشيوعية في الشرق الأوسط. وأيضا من المفارقات الغريبة أن يرحل إحسان عبد القدوس بسبب كان في منتهى الغرابة. طبعا الموت حق علينا جميعا، ولكن الطبيب الألماني المعالج له اكتشف أن رأسه في مؤخرة رأسه هناك ورم خبيث، ورم غير خبيث، وأن هناك تجمع دموي في جبهته. فلما سأل زوجته السيدة لولا قالت له أن ده من أثر محاولة اغتيال إحسان عبد القدوس في نوفمبر 51. ولم يستطع الطبيب أن يجري العملية لأنها كانت تمثل خطورة على حياته. فكانت النتيجة أن إحسان عبد القدوس مات متأثرا بجراحه السياسية نتيجة مقالاته الملتهبة التي فجرت الفساد السياسي قبل ثورة يوليو 52. لا أستطيع أن أقول الآن إلا أن إحسان عبد القدوس ترك لنا رصيد كبير من الأعمال والمواقف الوطنية الشجاعة. رحم الله إحسان عبد القدوس بقدر ما أعطى للأدب وبقدر ما أعطى للوطن. الكاتب المصري صحى شعبنا النعسان، وعلموا كلمة الحرية والإنسان، وكلمة الثورة أهداها لكل إنسان. عاشت بلادنا وعاش الكاتب المصري،
وعشت للشعب كاتب مصري يا إحسان. صلاح جاهين.